أول أمها طلعت من هذا الباب وهي مقهورة وعم تبكي عليها، وبعدين هي كشفت حقيقة بايال قدام الموجودين. مسكينة يا كومال، ما في حل بنوب، هلأ ما ضل حدا إلا بهالدنيا. شبك كومال؟ ما في شي لك، بس حاسة بشوية قلب. لحظة شوي، لكي قلي شو هاد؟ أمي كانت أنا وصغير وقت ما أقدر نام تعملي تدليك للرأس وبنام بلحظة. يلا، برأيي ما في داعي لهالشي أبدا. أنا عم قلك إنك تلفي. طيب بعتذر منك، افتلي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.